السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز، ورجعت لكم في الحلقه الرابعه من لعبه الون ان ذا دارك. تقولوا نبدا، اضغطوا زر لايك وسبسكرايب، وشكرا يا اخوان، والله شكرا على الدعم الجميل والمتواصل، شكرا. اتمنى توصلون دعمكم. خلونا نكمل. بسم الله. اخر مره يا جماعه تغير وقفنا هنا، اعتقد دخلنا بالفصل الرابع. هنا وقفت انا، اي ما ادري. انا اخر حلقة، انا اشوف الحلقة الثالثة والرابعة سويتها ورا بعض. الحلقة الثانية والثالثة سويتها ورا بعض وقفلت اللعب. الحين يوم جديد عارف بالتصوير وكذا، فما ادري. انا اخر مرة وقفت هنا افتكر الحلقة الماضية عن نهايتها شفنا ايميلي، عارفين، ودخلنا بالفصل الرابع. الفصل الثالث ما كان مرة طويل، عارفين، فما ادري. خلونا نكمل، اعتقد وقفنا هنا. والله ناس يا اخوان، وش يبغى مني بلاي؟ خلينا نشوف الأهداف. عليك اقتحام مكتب الدكتور قاري واكتشف ما يعرفه، فسخ عقد رجل الظلام. عارفين، عارفه فين المكتب ذا، مكتب الدكتور قاري. احنا قد جينا قبل كذا وتكلمنا معه كمان قبل كذا ذا الدكتور قاري. باب مفتوح، اوكي، من هنا الطريق. Got to be around here somewhere. He wouldn't leave this house. I don't know what to think anymore. You run into that dick fella? Who is he? Can he be trusted? I think he wanted a good guy. Well, you know, like us. Will he be all right with her coming? Praise the mother. He don't need to know about all that. Just help Jeremy. Just calm down. It ain't time yet. God, it hurts. As far as I can tell, Detective Combi seems to be solving problems, not causing. Just be ready in case he starts anything. هذا اللي دوبنا شفناه يا جماعة الخير، واحد اسمه باتيست شفناه بالحلقة الأولى، اداني كذا مجموعة مفاتيح افتكر. ما ادري ايش جاوبه هنا، كان اعتقد ايوه كان بزي زي المحل كذا، عارفين، كان بعيد. ما ادري ايش جاوبه هنا. الحين اخوان مكتب الدكتور قاري، اعتقد من هنا، اعتقد ماني متأكد. من هنا حفظت المكان ده اللي احنا فيه. ما ادري ايش يطلع، والله قصر ما ادري، والله ما ادري ايش يطلع صراحه. بدي مستشفى، والله ما ادري. ومن هنا الطريق انا واضح منه، من دوب جاء شيء. الجنون، مستعمره فناني هاشتروت، ما فهمت شيء صراحه. صعبة يا جماعة الخير، خليها تتكلم ذا كله. قديش راح تاخذ؟ تقريبا راح تاخذ زي 7 دقائق، ممكن 5 دقائق. انا بوريكم الكلام يعني، يعني بكفل اللي يبغى يقراه. هنا هو المكتب. والله ناسي فين، اكون صريح معاك، هو بالقسم ذا، بس فين ناسي والله. واضح مش ينصح، سمع اصوات، والله ما ادري. مدرس واتش من الحلقة الماضية جبنا يا جماعة الخير الشد، كان من هنا مرة رهيب صراحة، جدا قوي. كان الوضع هنا تغير، ها؟ كان الوضع هنا تغير يا جماعة الخير. والله ما ادري الطريق، لا مو من هنا. والله ما ادري، افتح الخريطة وصدقوني اعرف من فين. عليكم راح اطلع المكان. ايوه من هنا، له ثواني. عليك البحث عن طريق لقاعة السلم. ايوه من هنا ما انت غلطان. اجل من هنا، من يوم انه هنا دخلت انا وجاء عرض معناته من هنا، خذها مني العلم. وكان المفروض احاول افتح الباب ده، بعدين اجي هنا، انا سويت العكس. اذا احنا بنروح من هنا، الباب ده ما ينفتح اللي من هنا. ما ينفتح. والله ما ادري كيف بوصل للمكان ده. وهو فين يقول لي يا اخوان؟ استخدام عليك البحث عن طريق لقاعة السلم. لقاعة السلم يا اخوان،
والله ماني شايف بيت السلم بس قاعة السلم مدري فين عارفين قاعة السلم والله مدري فين صراحة بس حول هو صدق اللي ماشيين صح احنا لا ما اعتقد ترجع لورا هنا ما في شيء الباب ده فتحناه بداية اللعبة ما ادري ليه كتمان اسرارنا Mrs. Thompson, I understand the last week has been busy under these. هذا من الدكتور قاري يا جماعة الخير كرير شفنا اعتقد بالحلقة الأولى ادري مو من هنا الطريق اذا صار شيء معناته من هنا ما صار شيء معناته مو من هنا الوضع اختلف دحين جايب الكبح احنا بالليل لما اول جينا هنا كان عارفين بالنهار وكذا والله ما افتكر في طريق في شيء هنا عارفك ما افتكر في شيء هنا حلو الحمد لله مغلق اجل طريقنا ورا يا اخوان اللعبة ذي صراحة جدا جدا مستمتع فيها احب العاب اللي زي كذا صراحة عجبني نظام ريزند ايفل كيف نظام ريزند ايفل عبد العزيز لما تجيب مفتاح ترجع الباب ورا ما كان معك مفتاح وشوية معك مفتاح وكذا ترجع له مرة شيء جميل صراحة النظام ذا على حبه لا ثواني عطر الاشياء اللي معنا ايش معايا معايا خنجر الفداء يعني ما معايا اي ما معايا اي مفتاح اجل العلم بالبيت يا جماعة الخير الباب ده ما اقدر افتحه ما ادري ما يتفاعل معه ما يقول لي ايش لازم اجيب واضح لازم مفتاح بس بدري مفتاح اجل العلم يا جماعة الخير بالمنزل ده ما ادري ممكن لازم اسوي شيء هو يقول لي ابحث عن طريق ما ندري احاول اطلع الطريق انا ما في شيء بالغرفه ذي الحلقه الماضيه كنا كتب زي التمبل عارفك نيت بلوكت هنا قلتكم يقول مقفل خلينا نشوف عارفين الحلقه الماضيه كنا بزي التمبل كذا زي المعبد كذا كان مره الغاز اللي كانت فيه جميله صراحه مدري صراحة يا اخوان بعض الحين باللعبة ذي انشب صراحة الحلقة الماضية صرت لي اكثر من مرة كيف فجأة انشب طريقنا من هنا قلت لكم هذه الغرفة ما ادري متى نفتحها مكتوب خاصة برايفت رجع عدم الازعاج ايوه احنا نجي من ورا ممكن والله ما ادري يا اخوان اعتقد الطريق الاساسي يرجع لورا خلاص ما في اي شيء هنا عارفين تحت ما اقدر هنا ما اقدر فاعتقد كل عليه يرجع لورا وهنا كمان ما اقدر عارفين ايوه هنا السلم اللي قصدي عليه الحمد لله جبنا السلم ما شاء الله على طول جبت الحل في ما طولت قديش لي تقريبا زي 10 دقائق قاعد الف ثرثر فقط والله اتمنى تستحملون يا اخوان والله زي ما قلت قصة هاللقطات دي بس ما ادري يعني اكتشفت للمتابع يا جماعه الخير يعني احب اشوف يعني انت لما تجيب الحل من البدايه للنهايه عارفين كم مثلا اقول يا جماعه الخير الطريق من هنا يعني اقولها بعض الاحيان لما اطول بزياده بس لما ما اطول مره ما ادري اخليها ما قصها دحين غرفة هذا قاري دكتور هذه هي أظن هذه هي. There must be a spare key to Dr. Gray's office. تحتي أعطي. هو أخذ المفتاح وأروح الغرفة ذيك البرايفت اللي مكتوب غرفة خاصة. عليك فتح الخزنة موجودة في مكتب الكاتب. I don't have the combination for this. But maybe Jeremy did. ها. عندي شيء لجيريمي. دفتر اليوميات عقد رجل الظلام ما في شيء من ناحية الخزنة وكذا عارفين هذا ايه؟ لا ما اعتقد هنا اخذت شيء انا يخص الدكتور قاري هاي يا اخوان ما ادري من شاف اي شيء يخص شو اسمه اللهم صل وسلم على نبينا محمد يخص الخزنة كذا رقم سري
لا والله ما نشوف شيء يا جماعة آخر حتى هنا. الخنجر ذا في شيء؟ لا ما في شيء. الطلسم ذا شو أختك بأختك يمكن تجي معانا. صدقوني والله في لغز مرة حلته زي كذا بيضم بالحلقة الثالثة. والله لو جات صح، والله لو جات صح شكله راح يبان رهيب، بس خسارة لو جات صح. الفكرة تلف كيو ترجع كذا. عادي والله. خلونا ندور هنا يا اخوان، ممكن هنا ولا هنا. اكيد في شيء يقرب لي اكيد. عارفين؟ I need the key. معايا شيء انا معايا شيء. يا اخواني قرب لي. راهي ما ادري. جيب لي خزنة وافتح الخزنة. طب كم الرقم يا ابن الحلال؟ ايش دراني كم الرقم؟ الابواب دي مفتوحة. خلينا نشوف اللعبة الحين تديك تلميح. الاهداف عليك فتح الخزنة موجودة في مكتب الكاتب. تلميحات ديرستيو. كيف ديرستيو؟ ما فهمت. كان يتكلم ذا يقول جيريمي. هل نروح نكلم جيريمي؟ ايش دراني فين جيريمي؟ جيريمي كل مره نشوفه يروح. عارفين؟ دوب يا جماعه تخلينا نلعب في ذا ادوارد كاربي. كان يتكلم يقول ميبي جيريمي يقول يعرف. ايش دراني فين جيريمي انا؟ فوق ممكن. خليني بس اطلع فوق واشوف اذا راح يصير شيء ولا لا. ثواني، هي غرفه جيريمي هنا؟ اي والله. أنا فين غرفة؟ مي هنا إلا والله جيريمي. سيدة بيصار أحفظها. ما أدري، ممكن غرفة حق جيريمي فيها رقم السري حق الخزنة. هذا غرفة جيريمي هنا العلم ممكن. يا جماعة خير. يس، إلى محقق كارنبي. هذا إحنا. I'm terribly sorry that my niece has pulled you into this mess. Please, with all my blessings, take her away from this cursed place. I have destroyed that Eater of Worlds and locked it away in the attic and retreated to a place of hiding. Tell Emily I'm safe. Tell her all the lies you can think of to make her listen. Take her back to Norlands. Sincerely, Jeremy. بدي ما في شيء بخصوص ال خزنة يا جماعة الخير. ما في شيء بخصوص الخزنة. والله اجل ما ادري. هنا ممكن. لا ما في شيء. والله قل لي عقلي ذا الحل. يا اخوان. والله ما ادري، ما اعتقد الغرف اللي هنا فيها شيء مهم. هذا ايه؟ تقبيه. Brother, I need you to trust me. This is the most important moment in our family's history. I know you have doubts and that the terrible Mama Loa told you lies. مين لوتي ذي؟ قد شفناها قبل كذا. الاسم مو غريب علي. اعتقد الحرمة المجنونة ذيك اللي شفناها بالحلقة الأولى. عارفين اللعبة ذي لما مثلا تروح غرفة بعدين ترجع لها بعد فترة ممكن تشوف أشياء جديدة. عارفين؟ يعني ممكن غرفة كذا على بالك خلاص شفت كل شيء فيها، ارجع لها بعد فترة ممكن تشوف فيها أشياء جديدة. احنا يا اخوان خلونا نرجع للخزنة، خلونا نرجع للخزنة نحاول نفتحها. هنا جيت انا. والله ما ادري، ما اعتقد في شيء مهم هنا. هنا اعتقد الغرفة حقت البنت الصغيرة. فين جيت؟ جيت هنا. والله ما ادري كيف جيت هنا. كله ذاك عارفين، لما اجيب المفتاح افتح الخزنة واجيب المفتاح واروح من هنا وافتح الغرفة ذيك اللي على اليمين هناك. هناك المفروض الدكتور قاري. عارفين؟ بس كان السؤال هو يا اخوان انا كيف بفتح الخزنة؟ لا ما رحت، خلونا نروح هنا. هو عند العارض
Detective Conby. Good to see you again. Solved the case yet? I'm trying. Hey, Grace, you okay? Oh, she is just peachy, Detective. Are you looking forward to the Feast of St. John, Grace? I can't wait. Kids, ain't they great? What exactly are you planning for tonight? Oh, not much. We eat, we drink, we pay tribute to the wishing tree in the conservatory. The usual. Then why all the excitement? There is just something about tonight. Something's different. I think we all feel it. Besides, we got ourselves some new words for the prayer thanks to your buddy Jeremy. She'll come and turn the world inside out, and things will begin again. That sounds strangely threatening. You should come. Oh, God damn it, Grace. Stay put for once. يا جماعة تقدر طاح منه شيء. خلينا نشوف هذا مفتاح قاعة الدور الأول. I better hold on to these. Wouldn't want them to get lost. أعرف قاعد ألفلف كيف فجأة أعرف يعني. هذا حاول أعرف الحل حق الخزنة. أعرف قاعد ألفلف كيف فجأة شفت ال تحت الباب ده شوي جاني عارض. Jeremy knew that the only one who could help him now was the guest in room number 3. The room seemed to have been empty so long. But that wasn't allowed to be true. The story needed to be different. هل يا جماعة خير هذا اللي ها؟ هل الرقم ده رقم الخزنة؟ خزنة مكتب الكاتب اللي هي 913. سواء أدري الخزنة رقمها غريبة كيف بحط 913 والله ما أدري. I don't think I have everything I need. هنا ما ادري هنا تحط عارفين دواء. هل افتكر الحلقة الماضية جبت واحد ما ادري متى جيب الرابع والاخير عارفين. ما ادري اذا حطيته ايش راح استفيد. اللعبة ما قاعد تطلب مني الشيء ذا ما قاعد تقول لازم تسوي عارفين. الحين اعتقد كل علي ارجع لورا. خلينا نشوف الغرفة حقت البنت الصغيرة. جينا هنا احنا عارفين الحلقة اظن الماضية. وهنا تحط شيء. اذا جبت رسمة تحطها هنا. بس ما ادري ايش راح استفيد. ايوه خلاص خلنا نرجع للخزنة. واخذت مفتاح. هنا تحط شيء ما ادري ايش هو. There's something missing. في واضح قطعة لل الكرة الأرضية دي. الحين خلونا ننزل نحط الرقم. بعدين نشوف المفتاح ذا عارفين يعني فين نستخدمه. بس بالبداية نروح نحط الرقم. اللي هو كم 913 أظن. تسعة نقول هذه تسعة عارفين كيف. هذه واحد دي ثلاثة واضح انها هذيك. خلونا نجرب من جديد. تسعة اعتقد ايوه هنا واحدة. هذه ثلاثة. حلو حلو الحمد لله. والله ما ادري ارقام دي انا ما اعرفها زين. هذا مفتاح مكتب الدكتور جاري. اوكي الغرفة الشاغرة. The last guest in the empty room. كل علينا نروح للغرفة دي. فتحنا الخزنة الحمد لله. في مفتاح من المفاتيح اللي اخذتها يا اخوان افتح لي. في باب هنا ما ادري فينه. ايوه ذا. هذا مفتاح من الجهة الثانية. هاي مفتاحين بس واحد حق المكتب الدكتور جاري عارف فين. بس واحد ثاني وعلى يساري اظن. لا معلش خليني بس اتاكد. ايوه هنا. قول اوكي. هنا العلم حبيبي. انا ما كان عبالي مو هنا. دكتور جريز اوفيس all to myself.
Let's see if we can figure this guy out. أشوف شو عنده هنا أغراض كاساندرا. I have finished tidying up, Miss Bowery. أوه هذا نحطها بالجلوب هذاك حق ال المجسم حق الكرة الأرضية دولة فرنسا. أدري ليه هي المفقودة. كنز ماك كارفي. This is where McCarthy has hidden my favorite young. It's very important. أدري فين هذا عليك البحث على الكنز في رسمة جيريس. هذا مفتاح كمان مفتاح بيت السلم. فين بيت السلم ذا؟ ثواني بالله مفتاح ذاك خلصنا منه ايوه باقي مفتاح بيت السلم ثواني مفتاح بيت السلم مفتاح قاعة الدور الأول راح نجيبه إن شاء الله كلها. هذا الباب اللي فاتح من الجهة الثانية حلو حلو. الحين أول شيء نبغى نسويه نبغى نطلع ال بسم الله الرحمن الرحيم. كيف جيت هنا؟ ونفس المكان بس تغير الوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أدري كيف فجأة تغير الوضع. ونفس المكتب بس تغير أظن. علاج جيريمي. Dearest Dr. Manzetti. I find myself in a losing battle with my patient. As I've disclosed in my previous letter, الدعوات الخاصة به كذا مكتوب بالنهاية يعني قرأته كله كذا كان مكتوب بالنهاية يعني عليك البحث بالله ثواني خلينا نشوف عليك البحث على لوحة الأشعة السنية الخاصة بجيريمي في المستشفى. ما شاء الله أشياء كثيرة اللعبة يعني عارفين قاعد تطلب مني أشياء كثيرة. الحين خلونا نطلع من هنا خلونا ناخذ الأمور حبة حبة. خلونا بالبداية نطلع من هنا نفع نطلع من هنا صدقوني ما أدري يا أخوان شايفين من هنا قاعد أفتح أبواب ما أدري ليه من قادر أطلع أيوه من هنا. أول شيء خلوني أروح فوق وأشوف الكنز ذا. ما أدري شو هو صراحة بس خلوني أروح أشوف يعني عبارة عن إيش. أيوه خلوني أحط دي صح. شوف شو راح يصير. أوه شو عندنا هنا؟ خريطة البحر الكاريبي. شيء من الهدايا وكذا. حلو حلو سعفات ناخذ الاشلاء. خليني اشوف الرسمه اللي اخذتها نحطها هنا. لا ما معك هي رسمه كلعب لي معي رسمه بس طلع مني طلعت مذكره كيفك. الحين مفتاح بيت السلم فين بيت السلم ذا؟ فين بيت السلم يا اخوان؟ بيت السلم اي والله كيف اروح له ذا؟ تبغى تخرج من الغرفه ذي؟ تبغى تاخذ سيده شوف حتى اجيب لك انها مقفله. عارفين الحين نروح نفتحها عارفين نروح نفتحها يا جماعة الخير. كمان في شيء ثاني قالوا لازم تسوي شو الأشعة أظن ايوه لازم تبغى تروح سيدة تاخذ آخر باب على اليمين. عارف اللعبة جميلة صراحة الرعب فيها جميل ما فيها فجعات اللعبة دي أبدا ما فيها فجعات بس ما أدري والله يعني الحلقة الماضية كذا إني شبت في مكان اضطريت إني إيش يعني أخرج من اللعبة وأرجع من جديد عارف هيك ما أدري بعض الأحيان كذا تنشب عارف في مكان من شيء غريب. هنا المكان يا إخوان والله ما ادري فين رحت. هو انتهينا الا والله بيت السلم. هو ايش يقول لي بالله معلش استحملوني. افتح بيت السلم. وفوق اعتقد فوق افتكر اي والله كنا افتكر فوق ما ادري تحت. كان في باب يحتاج له مفتاح. اجل تحت. ايوه تحت بس بعرف الباب ده مفتوح. اوكي ما اقدر اتفاعل معاه حتى.
من أجل أنزل تحت. كنت أفتكر تحت كم في باب ما كنت قادر أفتح وده ممكن أقدر. والله ماني متأكد بس خلينا نشوف. يس هذا المفتاح اللي جبناه من الخزنة حقت مكتب الدكتور كراي عارفين. مش عندنا هنا اقدر انزل هنا والله ما اعتقد تقدر. هنا شكله اجيب ذا شو اسمه اجيب عليك البحث عن لوحة الاشعة السنية الخاصة بجيرمي. مدري النون كذا ماني شايفه زين اجي اقرب من الشاشة. ذكروني والله بلعبة اوتلاست. لعبة كانت جميلة. الجزء الاول جميل الجزء الثاني كارثي مرة ما عجبني. مش في ده هاي جماعة خير اوتلاست تعرفينها ها. الجزء الاول مرة عجبني جدا جدا جميل ختمته اكثر من مرة زمان ختمته مع صاحبي. انا دائما اقول لكم لما اقول لكم صاحب يا جماعة خير اقصد معتز. انا تعرفون معتز معتز 1 في 1 عارفين افضل لاعب بالعالم لعبة ديد باي ديد ما شاء الله عليه. يعني هو دائما يعني اللي يلعب معاه الالعاب وكيف فالزمان ختمت معاه اوتلاست افتكر. حلو حلو جبناها الصورة الشعاعية هي دي. يلا ما ادري هو يقول عنصر اساسي اللي اخذته اظن. هذي انا خرجت ايوه الباب ده مفتوح. هذا شيء اساسي ذي تحتاج مفتاح هنا. لا بس ثوان عشان تبان الصورة كاملة عندي. الباب ذا ما اقدر افتحه. كما تقدر تفتحه ما ادري ليه بس ما تقدر. هنا جيت انا هنا بتروح من هنا الباب ذا ايه من هنا اخذ صورة الاشعة. اوكي هنا ما تقدر شكله انفتح من الجهة الثانية اللي زي كذا. طب ذا هنا تحتاج المفتاح. اوكي جا الطريق الوحيد من هنا. Radiography, patient Jeremy Hartwood. هي دي الصورة الأشعة اللي نبحث عنها. Hypothetical psychosurgery based on the ideas by Burkhart and the Saint Petersburg. واضح كان في يعني عنده مشكلة بدماغه. في ممكن في مرض أو شيء اللي هو الجيرمي يا جماعة الخير. الصورة الشعاعية نمبر 2 عنصر أساسي. ادمجهم مع بعض ولا هذا اوكي مفتاح غرفة العمليات الجراحية. واضح الغرفة ذيك اللي ورا. حلو من شغل الكهرباء بس نحتاج الفيوز. نحتاج الفيوز يا جماعة الخير. هي دي الفيوز مصهر كهرباء. اعتقد تحتاج مصهر كهربائي مو فيوز. ايش صار حطيتها خلاص ما تحتاج واحد ثاني. شايفين تحت والله العاب الرعب جدا جميله صراحه نحبها بس فين وفين تجينا لعبه رعب جميله. عارف هو في العاب رعب كثير الصراحه اغلبها يعني لك عليها. حتى افتكر سويت قائمه تشغيل كامله على قناتي اسمها رعب عبد العزيز. فكانت فكره القائمه دي يا جماعه الخير حقت قائمه التشغيل دي اللي اسمها رعب عبد العزيز اني العب العاب منظور اول رعب عارفين عشانها كثيرة. فقلت كذا العبها بس ما ادري شفت انه يعني ما عجبت الناس صراحة وقفتها عارفين كيف. اللي بحاول اوصل لكم اياه انه في العاب رعب كثير عارفين دائما تجيك منظور اول بس لكن ايش يعني ما ادري يكون لك عليها. حلو هذا مصهر كهربائي رقم 2 بس خلونا نكمل تفتيشنا بالغرفة دي. إيه عليك تشغيل الكهرباء ولا لفحص لوحات الأشعة السنية. خلونا نروح بالبداية شغل الكهرباء. اللعبة دي ألعبها صراحة وأنا مطمن إنه ما فيها فجعات عارفين. أوه ما خلصنا حلو. تبغى تيجي هنا بعدين هنا. قايل لكم يعني لعبة الغاز المعلم بالاشياء ذي.
صدفة يا جماعة الخير كي شخطك بختك فجأة جات معايا. الحين نروح نشوف الأشعة، نشوف الصور الأشعة اللي جبناها. يا فكرة اللوحة ذيك يا جماعة، تغرب فكرة اللوحة ذيك تحط فيها الصور وكذا. هنا لا مو هنا، هذا الباب الحين مفتوح. اوه ده حتقدر تدفع معاها. هيك العثور على مصهر، لا قوة الا بالله راحت بسرعة. ثواني خلونا نعرف ايوا عليك العثور على مصهر لقاطع الدائرة الكهربائية. برضو كمان مصر لازم. اوه هنا 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 العلم، مدري ليه يقول لي خلاص هنا العلم. يا جماعة خلينا نحط الصورة الأولى، نحط الصورة الثانية. اوه ما شغل دكاترة، احنا ايش دراني انا ايش الفرق بينهم؟ ايش دراني ايش الفرق بينهم؟ طيب ايش استفدت كذا؟ جيب رقم 2 يمكن. اشتراني يا جماعة الخير انا والله ما افهم بالاشياء ذي. ها ما افهم والله بالاشياء ذي، اشتراني ايش جالس اسوي؟ نجرب ذي. حلو نجيب ذي. اوكي اوكي تبغى تشيل ذي، تبغى تجيب ذي. والله يا جماعة تأخر، ما ادري ايش قاعد اسوي ترى بالكم الحين. انا يعني اعرف ايش جالس اسوي، والله ما ادري ايش جالس اسوي، ما ادري والله ايش ابغى اسوي هنا. ثواني بالله، هي اللعبة ايش تقول لي كمان؟ عليك تجميع صور كاملة لدماغ جيريمي. حلو حلو جبناها. طلع بدل الفها، هي الفكره ايش انه لازم اسوي زي دماغ، زي صوره دماغ جيريمي وكذا. عارفين حين ظلام جيريمي، هذا عنصر اساسي. يقول لي قطعه مكسوره من الصلصال المحترق، حجمها يوحي بانها جزء من تمثال. احنا هذا كله سويته عشان قطعه الصلصال دي. فين شفت مثال انا احتاج له قطعة يا اخوان؟ فين شفت مثال احتاج له قطعة؟ اوكي خلاص ارجع لورا عشان اذا سويت المطلوب اعتقد خلاص ابواب دي الى الان ما اقدر اتفاعل معاها، ما اقدر اسوي شيء. هنا ابغى ارجع. يا بطلع لها شيء ولا اي؟ واضح لازم ارجع. Why does this keep happening? What am I supposed to do? راح استرب طلع شيء فجأة ولا ايه؟ الشيء ذي ما كانت فيه اول. ولا هالمياه بسرعة قاعد ترتفع على فوق. تدري فين قاعد تيجي؟ عليه؟ حلو حلو. والله شكله بسرعة. ان شاء الله ما تاخرت. اي والله الحلقه الماضيه كما جبنا الرشاش الرهيب ذا، شايفينه اللي بسيب عليه صار اسوي. هذا فين ذا؟ انا لما جيت من هنا. And we're back here. Well, perfect time to have a look around this place. هنشوف الحلقة الماضية اعتقد لما خلصت الحلقة هنا خلصتها اظن. هذا ايش الحجار ذي؟ تمثال سفلي نحط معاها. اوكي 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 هذا هنا. بتكون كذا هذا الحل؟ لا لا مو ذا الحل. هذا اعتقد هنا لو شفته كفو. والله
لك استخدام الطلسم لفتح عقل جيريمي. ها الارقام الحلوة ذي. يوم حط لك هذه المرة 6-4-1. بس هالمرة حط اللي فيها الرقم. عادة تكون اصعب بك كذا. اسرع لغز حليته وبدأت اللعبة. هذا فيه فرمك هذا قوله حبل المشنق اعوذ بالله. ما ادري فين المكان ذا. وهنا يا لطيف بسوي شيء هنا. ممكن اروح من هنا. في شيء هنا. والله ما شايف اي شيء هنا. او ممكن ارجع. يا اخوان ممكن لازم ارجع. هذا no, is this... أنا بسفينة. This is where Jeremy's hiding, right? كان الذي يختبئ فيه جيريمي. Jeremy? I need help. Wait. Can you hear me? I'm stuck in the mud and the fire is taking Jeremy, me. Where are you? The motor is dead. I can't do anything more. Hang on, Jeremy. I'll figure something out. I'll get the boat running. سوى شغل القارب يقول تدري كيف بتشغله. عارفين ما قد شفت النسخة القديمة من اللعبة دي. أنا معقولة كان فيها هذا كله ما شاء الله. أنا زي ما قلت لكم اللعبة دي تخيل أول مرة نزلت عام 1993. شي والله مرة يعني شي جامد ما شاء الله. هي واضح الطريق من هنا. أدري ما شاف شيء هنا. واضح الطريق من هنا. هذا إسعاف دي. أولا هذا ده. مو راضي يموت ولا قاعد اطلق. والله ايش قاعد يصير. والله ما ادري ايش قاعد يصير. خلوه يجي. سلام يا لطيف. والله واضح انه راح يكون مزعجي. والله جديد ذا اول مره نشوفه. شفتوا كيف طلقت عليه ما ادري ليه مو راضي يموت على طول. طريق من هنا بس انا كان بدنا ننزل على تحت. والله شايف سلة بس ما تقدر تنزل من هنا. في الرشاش ذا يا اخوان جبناه الحلقة الماضية ذا. رهيب صراحة الضرر طيب. لكن تحقيق قارب البخاري من الجدول وإعادته إلى النهر. من هنا اقدر اروح. والله تقدر. خلونا اجي ابدا على فوق بعدين اتزعل تحت عشان واضح. عارفين الشيء الرئيسي اللي نحاول نسويه راح نلاقيه تحت. عارفين ان نشغل القارب ذا. بس خلينا نشوف هنا ايش فيه. كل باب انفتح من الجهة الثانية. ممكن تنزل له من فوق تصدقون. عارفين سمعت انه باللعبة ذي لو اخترت شخصية ايميلي نفس اللعبة بالضبط لما تختار إدوارد. بس إيش يعني ممكن تأخذ لك بعض العروض. يعني في اختلاف ببعض العروض السينمائية. عارفين ولا طريقة اللعب والقصة نص خلاص أعتقد يعني نفسها بالضبط. يعني ما في اختلاف. ما أدري أدري سمعت والله ما أدري ممكن أكون غلطان. هنا ما في طريق. الطريق الوحيد من هنا. بس ما أدري ما في يسار. فيه في والله في من هنا. هذا الجرس هذا دق ممكن عليك العثور على الطريق لدخول غرفة المحرك الموجودة أسفل سطح السفينة. يوم من هنا. بس هنا إيش فيه؟ أنا ما قد جيت. من هنا واضح أوصل للغرفة ذي. وفي نزلة من هنا. يا حبيبي. كيف كذا تحط لي أكثر من طريق؟ ما أدري أحس لو رحت مع القارب ذا. ما أدري ممكن أنزل تحت وفوت أشياء. الحين الحين بله معلش عشان لا ألخبط. النزلة دي من فين كانت؟ والنزلة من هنا.
بس خلونا دحين ادخل الغرفه ذي نشوف ايش فيها. شو الشيء ذا اللي ما يموت على طول؟ سمم بالله ما ادري ايش تطلع. والله ما ادري ايش اطلع يا اخوان. لو مات بالله يقول لي مات. انا ما مات ما مات بس حيوني يرزق. خرب بيت يا اخوان متعافي. خلاص للرصاص الله ياخذه. والله ما ادري وديته بال بالعصايه ذي ممكن افضل. خلونا نشوف هنا ايش في. خزنه ذي يا خزنه مسالفين بس جوتها رصاص. خلنا نشغل الكشاف ليش لا؟ خلنا نسوي شيء. بس خلونا نروح على هنا بعدين ننزع تحت. إلى الغرفة ذيك عارفين. حلو حلو واضح بس ذا. بس ليش أبغى أطلع من هنا؟ والله اللعبة حطت لي أكثر من طريق. هاي إخوان. والله اللعبة حطت لي أكثر من طريق مدري كيف. ما أحب الحركة ذي صراحة. أنا ما أحب الحركة ذي لما اللعبة تحط لي أكثر من طريق. حلو حلو هنا الأشياء الطيبة الله الله. عارفين يعني هنا مو الطريق الأساسي. ما في شيء هنا. طب هنا هذي ما ياخذ. والله قاعد أضغط. إيه هذا تبغى تبدل الفاس قولتكم ولا؟ أنا كان معي مطرقة أعتقد. كان معك فاس؟ أيوه. حلو حلو هذا الباب كمان ينفتح. دحين 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 خلوني اجي هنا وشوف هنا ايش في. هنا هي كانت يوه هنا كنا بدنا نروح من هنا. Looks pretty weak. I just need something. محتاج تكمل. محتاج تكمل يا ادوارد. واضح انه حطم هذي. كيف يا جماعة تأخر لما شفت مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي الذهاب؟ والله كانت مباراة جدا حلوة 3-3. قلت لكم ريال مدريد له هامل بالإياب. والله إن شاء الله نقول إن شاء الله إنه يفوز ريال مدريد. مع إنه والله صعبة مانشستر سيتي على أرضه جدا قوي. حلو حلو وصلنا الغرفة دي حقت المحرك. الحين اللعبة إيش تبغى مني؟ شغل المحرك. هذه علبة وقود فارغ عنصر أساسي واضح لازم أعبيها بالوقود. واضح واضح واضح. يحتاج فيود وقود يعني. من هنا جاب الوقود. ان شاء الله من هنا. حلو حلو عبينا الوقود. ممتلئ. الفكرة قاعد اشوف اخر اعلانات الالعاب. واخر الاخبار. شو اسمه يا اخوان اخر الاعلانات لعبة ريمننت الجزء الثاني راح ينزل لها الاضافات رقم 2 ان شاء الله راح العبها. راح تنزل قريب يمكن بعد اسبوعين الاضافات الثانية لعبة ريمننت. انا لعبت الاولى ولعبت اللعبة كاملة على القناة ولعبت الاضافات الاولى كمان على القناة وان شاء الله راح العب الثانية باذن الله. لعبة جميلة جدا جدا جميلة. مظلومة من الالعاب المظلومة صراحة ريمننت الجزء الثاني. في شيء بس خلينا نشوف. الحين انا شو استفدت يا اخوان بما اني شغلت السفينه ذي؟ ثواني بالله وش كان يقول لي معلش لا ثواني هيك العثور على سيبوكم من ذي. رسم عليك تحرير القارب البخاري من الجدول واعادته الى النهر. بس ما فين احرك القارب. انا شغلته بس ما فين يعني زي ما تقول اتحكم فيه. ممكن فوق بالدور اللي فوق. شفت زي ال شفت زي الدركسون عارفين. والله ما ادري ايش اسمه يا جماعة الخير ال الدركسون حق السفينة اعتقد دركسون كمان. والله ما ادري.
والله بيجون الحلوين ذولي قلتكم ثلاثة، والله مصيبة. كان في قاري بدل ينزل من عنده، مدري فين راح هو ذا. يعتقد ذا أقوى شوية، يعني بقي له كذا كم ضربة زيادة. خرب بيتك دي. كذا النظام ما يموت من طلقة، يخرب بيته. وتلموا علي، صح صح اللعبة تحب تسوي فينا زي كذا. والله ما ادري ايش سويت القنبلة ذي، والله ما ادري كيف ربيتها. حلو حلو نهايته، مدوبي طلقت طلقتين كلها جت فيه. ايش بكم يعني، ابدا ما حواله مني، وبقي واحد لسه. ما مات، ما يموت هذول على طول. سلام، خذك بالفاس. الحمد لله قضت عليهم الثلاثة، بس والله ما أدري كيف فجأة كذا رمت قنبلة. أعتقد أنا اللي رميتها. الطريق من هنا، ها هو الطريق من هنا، واضح واضح من هنا. اوه شوف كيف قطعت يده. يا كذاك الحلو الثاني ثبت لي كذا. يا سلام، خليك زي ما انت، زي ما انت يا بطل. الحمد لله هذول عاد قضت عليهم بسرعه ما شاء الله. يو كان في قارب هنا، اللعبه كانت تقول لي بدك تنزل، والله ما ادري. الحين واضح لازم ادخل هنا. هم هنا، وهنا حرر القارب. والله ما ادري، قال عقلي من هنا، من عند غرفة التحكم. هنا هنا ما جيت انا ابدا. اتوقع اتبع الموسيقى، تصدقون يوم انه في الحلوين ذولا معناته ماشي صح. أنا والله ماني شايفه. وما مات لسه، ما مات. كنت حسه مات بس ما يموت. شايفين كيف؟ وحش غريب عجيب والله، يعني ما تدري كيف كذا. ما تدري هو ايش بالضبط صراحة. أبى أموت أنا، بيقتلني والله. هاي طلقة من المسدس ذا. الحمد لله خمسة طلقات كفو. اوه شوف ايش عندك هنا، ترى عايشين ولا ميتين والله ما ادري. واضح طريقنا من هنا. ولسه في كمان، ياخذ وقتك، ما ورانا شيء صح. بسم الله الرحمن الرحيم، فجأتنا الضربة دي بالله. أعتقد بدقية معي كم طلقة؟ والله الطيف هذا الشهر مزعج، أقسم بالله. طلع طلع بدقية. ما تولى لسه. ان شاء الله مات خلاص. طريق من عندهم اكيد، او لسه باقي واحد كمان بالجو. لا تسالوني كيف، بس في واحد بالجو. طريق من عنده قلتكم. هذي قناع شاحب. ما ادري يا اخوان الطريق ممكن من هنا. اوكي مع القارب على فكرة، ننزل على تحت. من هنا الحل،
الحل اللي جبته بسرعة على فكرة، فبدأ يعني ما طولت ولا أدور. كل اللي أبغى أقوله عارفين الحمد لله أني ما كنت تبث على فكرة. أعوى بدري أخوان، أنا أكبر عدو لي بكل لعبة صراحة الطريق، دائما على الطريق هو أكبر عدو لي بكل لعبة. الحين المفروض القارب ذا بنهي الحركة كله. البطل ذا والله أنه أضعف من الحشرات هذيك، هذيك أقوى بدري كافي والله. وهذه درامات عليهم تنفجر. اوكي والله دو بدري كان عبالي بس شتت انتباههم، طلعت هذه زي قنابل الملتوف والله دو بدري. I put a rope around my neck, and then I strangled all the life from my body. Are you under the impression that you died? Yes. No. I was supposed to die. What does that mean? That you were supposed to die. I'm the catalyst. I had to die to make the story happen. What story? What are you referring to, Jeremy? 30 years ago, Frederick needed me to die. You're not making any sense, Jeremy. Come back. Find your focus. Hey! I cheated everyone. I didn't play my part. Hey! I escaped my doom. My destiny. Again, find your focus. Hey, I'm right here. What the hell is going on? Now everything is wrong. Nothing is in place. I'm right here! Calm down, Mr. Conby. What do you want? Were you not talking to Jeremy right now? I haven't seen Jeremy all day. Are you all right, Detective? No. Actually, I don't think so. Well, maybe. I'm gonna go look for Jeremy. Good. Let me know if you find him. That was Jeremy's self-deceit? A steamboat stuck in the mud? I'm not going to pretend I understand any of that. What a bunch of psychoanalytic nonsense. حين أخوان رجعنا هنا والله مرة جوزة ذهب السفينة صراحة كان شوية دسم بعرفين، بس الحمد لله سورة مطلوب. الحين حين أعتقد معي مفتاح. من أول معي المفتاح ذا؟ مفتاح قاعة الدور الأول. فين قاعة الدور الأول؟ هذا الطابق الأول. هل بالصالون الكبير؟ عشان شايف باب مغلق. باب الشرفة. يا جماعة خير. يو والله ممكن هنا. عشان هنا كان في باب من اول يعني ما اقدر افتح. ممكن ذا. يو والله ذا. خليني اشوف هنا ايش فينا. ابدا ما قد جيت. اوه ذا المزعج يا الله. رجل الظلام اظن اسمه ما ادري ايش كذا اسم غبي كذا. نزل يقول لي تعال خلو اروح جمش عنده. ادري فجأة اختفى شكله راح يطلع على اللي قدام عارفين. Surprisingly neat. Maybe I've been selling that old barfly short. هذه غرفة مين ذي؟ والله ما ادري هذه غرفة مين. Sometimes I think حلو حلو رصاص. هذه looks like McCarthy has something hidden inside. اعتقد اجيب زي الحديدة افتح فتحت التهوية ذي واخذ الشيء اللي جوا. اكمل البحث. صراحة من الاشياء الجميلة باللعبة ذي انه فيها يعني عارفين يعني مهمات مي ورا بعض. يعني كان مداني اجي هنا قبل ما اروح السفينة عارفين. فلعبة فيها تقريبا اكثر من مسار يعني مو كل لاعب مساره زي مسار اللاعب الثاني عارفين.
أقول الغرفة دي ما فيها أي شيء مهم. والله ما أدري أخوة من شاف شيء. هو المفروض في شيء مهم هنا. سويت بشيء فيه ما في شيء. وبله ثواني وش يبغى مني؟ اخترق حواجز خداع الذات. فسخ عقد رجل الظلام. هذا الشيء الأساسي. وهنا رجل الظلام. شفناه احنا الغرفة دي اللي عليه صار هنا ما اقدر اروح. هذه الغرفة واضح انها مهمة. وهذه الطريق مختصر. تري ودينا على فين؟ اوكي جابنا هنا. دحين خلونا ندخل الغرفة دي. حلو. غرفة مفتوحة عليك قراءة الكتاب الموجود على الحائط. هذه غرفته هذا ادوارد كونبي. بس عشان نكملها كذا. You should come. يجب أن تأتي. I know that number. Where's that from? I did this. I wrote that. والله مرة شيء جميل إنه كتابه بالعربي. مرة والله عليك القدوم. لا أصدق أنني لم أتعرف عليك. هل أي من هذا حقيقي؟ خزنة هنا بلاي ثاني كم الرقم؟ 196. صرت معلم أنا بالخزنات خلاص. طيب يا جماعة الخير، عارفين قاعد أدور بالهذا بالأهداف اللي معانا وكذا، عارفين بالملاحظات اللي معانا. هنا يا جماعة الخير محطوط الرقم، أعتقد هو ذا، عشان هو كان يقول إدوارد كان يقول أنا أحمل الرقم، فممكن ذا 192. هل هذا هو الرقم؟ واحد. هذه واحد ولا مو؟ حلو جبناها. اعتقد حطيت 1962. قطعة نقدية قديمة من الفترة التي كان فيها لويزيانا مستعمرة إسبانية. Detective, I have made many discoveries in my case. The child. تحيل عليك العثور على الرسم المفقود داخل غرفة باك كارفي. ماك كارفي. أعتقد هذا الغرفة اللي وراء. إيه ثواني. خريطة أنا فين؟ انتهينا. آخر غرفة على اليمين. بس ما أدري سيد الظلام فجأة شفناه بعدين اختفى. والله ما أدري ممكن فجأة يطلع لنا. الحين المفروض هنا الصورة المفقودة. هنا. أكيد هنا. بس ما أدري الصندوق ده ما أقدر أتفاعل معه حتى. معقول هنا في صورة أنا ماني شايفها. وهنا صح. صح صح. صح بارك الله فيك. تستخدم العملة دي تأخذ الصورة. عارفين الصورة المفقودة. Why would McCarthy lock this up? Was he trying to keep Grace from completing his shame? If so, couldn't she have just made another drawing? الرسمة دي واضحة حطها. عارفين كله وضع اختلف هنا. What the hell happened in here? ناخذ الكريك ذا. مفروض فوق غرفة الغرفة اللي نبحث عنها. سلام رهيب الكريك ذا. بس عارفين واضح بيتكسر فايش خلونا نحط الفاس. خففيش ذيك التوجه الحلقة الماضية. ادري واضح كذا كم واحد فيهم بيصحصح فجأة. في واحد كم يا لطيف هذي طول بالتعشيق. هلا صدته كافو. صدت الثاني في كمان ولا خلاص؟ والله في ما خلصنا. بقول لك خلصنا.
الطريق من هنا يا اخوان، من هنا. في مو لازم اواجههم كلهم، شوف كيف كثيرين. الحين غرفة هنا حقت البنت الصغيرة اللي احط فيها الرسمة. الحين واضح لازم اضبط الرسمة ذي. بس انا اشتراني كيف الرسمة؟ ده لفها كذا. اي والله اجل العروق دي اوصلها مع بعض ممكن. الحين يا جماعة تخر طلعت الفكرة انه لازم اوصل الجذور دي ببعض. شايفين هذه جاية تمام كذا. ايوه شايفين مع الجذور اللي بالنص. لا هذه مو هنا. انا والله كانها صح بس ما ادري، خليني اجرب اجيبها هنا. هذا اجيبها كذا. حلو حلو جبناها. لغز جميل صراحة، طولت شوي صراحة كنت صريح معاكم. بس جميل على فكرة توصل الأشياء ببعض، الصور ببعض. ما أدري فين المكان ذا. بس إن شاء الله راح نروح للحلقة القادمة كذا جماعة. تخر وصلنا إلى نهاية حلقة الرابعة. إن شاء الله الحلقة القادمة راح تكون الخامسة والأخيرة، فأتمنى دعمكم. أتمنى إني كنت خفيف عليكم. أنا بإذن الله أشوفكم في الحلقات القادمة في أمان الله.